وأنا النهاردة الحقيقة في مناسبة سعيدة جدا جدا، وهي مناسبة المبادرة اللي عاملاها دعاء. أنا مش قادرة أقول إن هو مجرد كده عيد ميلاد دعاء فاروق، لأن هي أقيم من كده بكتير. يعني كده هي مناسبة فخمة وجميلة وفي نفس الوقت خفيفة وسعيدة ولذيذة. فإحنا كل اللي موجودين النهاردة مبسوطين جدا، جايين لمجرد المشاركة والدعم لستات مصر الجمال المحاربات. اللي احنا بنعمله النهاردة، اللي قدر يتبرع بفلوس اتبرع، اللي قدر يتبرع بوقته اتبرع، اللي قدر يتبرع بمجهود بيجي يعلمهم حاجة يقعد معاهم اي حاجة. يا جماعة اي حد في محنة بيبقى محتاج اي نوع من السند. هي مؤسسة جميلة وعظيمة والحقيقة مثمرة، يعني بيطلع منها سيدات بيشتغلوا شارين نفسهم، متعلمين حرف جديدة، بيخفوا، علشان الدعم النفسي ده مهم قوي. انتوا لو تشوفوا دلوقتي في الحفلة كام محاربة على بقها ابتسامة شكلها ايه، دي لوحدها على فكرة بتعمل قفزة في استجابة الجسم حتى للعلاج لو هي تحت العلاج. فهي بتستقبل او دلوقتي قادرة على استقبال تقريبا 500,000 سيدة سنويا. مش كلهم بيبقى عندهم كانسر والعياذ بالله، لكن في كتير قوي قوي منهم جايين يعملوا حاجات تانية. يعني الناس كتير ما تعرفوش ان في مثلا علاج طبيعي، ان في عيادات خارجية، تخصصات عادية، في طبعا في علاجات الكانسر، في الكشف الدوري مثلا الماموجرام والأشعاعات والحاجات دي. فإحنا عايزين حتى اللي مش عايز يتبرع يجي يعمل حتى سيرفيسز، يعني ياخد خدمة بس هنا برضو، لأنه الستاف اللي ماسكين بهي كلهم متطوعين 100%. فحتى خلي كل واحد فينا ينوبه كده من النفحة ولو حاجة صغيرة. آخر حاجة عايزة أقولها إنه اللي بيجي هنا حتى لو بيتبرع بيدي من فلوسه، بس بياخد سعادة مش قادرة أوصفها لكم. بهية في ظهر كل ست مصرية.